الجزائر الشوط الثاني بعد الطرد ديال الطرد الثاني في سوا فريق الرجاء البيضاوي. حاولنا اننا لعبنا بثلاثه في لا ديفونس باش نحاولوا ندوزوا من الاجنحه. كان بامكاننا اننا نسجلوا هدف، ولكن كنظن رغم فريق الرجاء البيضاوي 8 لاعبين فكيبقى فريق الرجاء البيضاوي وفريق الرجاء البيضاوي، كنظن بالنسبه لنا نقطه مهمه باش تاخذ نقطه من المركز الخامس مع فريق الرجاء البيضاوي مع البيبليك الان. فكنظن بالنسبه لنا نتيجه ايجابيه، ولكن كنظن كان بامكاننا اننا ناخذوا ورغم ضياع الفرصة ديال ضربة الجزاء كان عندكم فرصة ثانية أنكم تاخذوا ديك ثلاثة نقاط، علاش ما استطعتوش باش شوف كاين لاعبين باقيين اللاعبين ما كيفرقوش ما بين السرعة والتسرع. يمكن دخلنا في الاخر ديال المباراه كما قلت لك الطرد الثاني ديال فريق الرجاء البيضاوي، دخلنا شويه في التسرع وكان عندنا لي ديشي في الوقت اللي كان خصنا اننا ناخذ الكره وناخذ المبادره باش نمشيو للماركي، ما استطعناش. كان عندنا محاولات يمكن كما قلت لك ما كانش خلنا التركيز شويه، كذلك خلنا في 20 متر الاخيره كان عندنا شويه تسرع لان اللاعبين اللي كتشوف فريق قدام بثمانيه اللاعبين فضروري كتبغي انك باش تنتصر، ولكن كان شويه التسرع كان بامكان ديالنا اننا نركزوا شويه كنا نقدروا اننا ناخذ ثلاثه نقاط. ولكن كما قلت لك نقطه مهمه قدام فريق الرجاء البيضاوي، يمكن هذه اول نقطه كياخذها فريق السوال من فريق الرجاء البيضاوي للموسم اللي فات ولا الموسم. الحمد لله بالنسبه لي انا شويه كان بامكان ديالي كما قلتي ناخذ ثلاث نقاط، ولكن مع العموم نقطه بالنسبه لنا خارج الميدان فتبقى نتيجه ايجابيه. وضع سي مشايب رضا مشايب اليوم مرحبا خير اليوم فريق شباب رياضي سوالم كنت تصعد فريق الرجاء كان يحسب رسميا بقى في القسم الوطني الاول غادي يدير 34 نقطه. اليوم شفنا فريق الرجاء لعب 9 ديال اللعاب وما عدا ما خرجوش تسجلوا، واش كنتو متخوفين بشكل كبير من فريق الرجاء الرياضي؟ شوف فملي كتجي بالنسبه لي انت يمكن الناس اللي عاشروني هنا ولا انت اللي عاشرتينا انا واحد السيد اللي ما كيخافش، يعني ما عنديش مشكل دزت في هذا بحال هذا يعني بحال هذا الظروف على الظروف هذه. كما قلت لك مع الطرد الثاني خلينا انا باش نلعبوا ثلاثه في الدفاع، لان غالبا الفريق الرجاء البيضاوي غادي يرجع باش يدافع، لكن التركيز في 20 متر الاخرى او قدام المرمى اللي ما كانش يعني ما الفعاليه ما كانتش. وكذلك كما قلت لك السرعه، فاللاعبين ملي شافوا بان فريق الرجاء البيضاوي بقى بثمانيه اللاعبين بدا داك التسرع شويه، يمكن خداو لي ديسيزيون ما كانش خصهم يتخاذوا بحال الظروف هذه. يعني خصك تركز، خصك تكون مركز مزيان، ما تحاولش انك تتسرع، ولكن كما قلت لك على العموم كان استطاعتنا اننا نفوزوا. كان كذلك فريق الرجاء البيضاوي ثمانية لاعبين كان يمكن يسجل علينا هدف، ولكن الحمد لله المختار بالنسبه لي هنايا غير قلتي واحد الكلمه بان البقاء انا ما كنضرش على ثلاثه نقاط هذا الشيء. نقدر ثمانية المباريات نقدر نقلب على ثلاث نقاط، نقدر ناخذ زيرو بوان. كاين الفرقية كانوا محتاجين خمسة نقاط، نقطة في خمسة الماتشات أو ستة الماتشات وطاحوا الدوزيام ديفيزيون. بالنسبة لي أنا ما كنقلبش على ثلاث نقاط، كنقلب باش ندير نتائج إيجابية أخرى ومحايد الفكرة ديالي أنني نقلب على ثلاث نقاط باش نبقى في القسم الطيب. وهذا سي مشايب أيوب مشايب مبروك عليكم هذا المسار هذا مع سامي، ملي دخلتي تلعب بزاف ديال الجمهور لاحظ ان شعيب اول مره غيكون غيواجه الرجاء خاصه السماج الكروي كالعام، ولا انت هذا العضو في الستاف ديال الرجاء والمدرب في السنيه، واش كان ماتش خاص ليك ما كانش عندك لا ضغط لا والو ماتش اول مره تكون خاص من فريق اللي عشتي مع الامجاد؟ شوف بطبيعه الحال الكل كيعرف انني كنتامل لهذا
الفريق الكبير هذا بالجماهير ديالو وداك الشيء وهادي بطبيعه الحال كيكون عندك واحد الاحساس انك كتواجه الفريق ديالك، خدمت في فئه سنيه كذلك خدمت في الفريق الاول، وعاد لقيت انني خديت المبادره انني باش نكون المدرب الاول في فترات، كيكون واحد الاحساس. ولكن شوف الانتماء راه كيبقى انتماء، ولكن الخدمه خدمه. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.